صربيا تشهد الهجوم الإرهابي الثاني في يومين يخلف 8 قتلى. الرئيس النمساوي يؤكد التزامه بتعزيز التماسك الأوروبي البريطاني. حزب FPÖ يدعو إلى استقالة الحكومة بسبب فشل التعامل مع كورونا. تخفيض الضرائب ليس الحل. وزراء الاقتصاد والمالية يعلنون عن تصور جديد. 61% من النمساويين يرفضون الناتو ويدعمون الوحدة الأوروبية. اكتشاف 33 ذئبا في النمسا هذا العام في المناطق السكنية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أسفر عمل إرهابي جنوب بلغراد الخميس عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين فيما فر المنفذ قبل أن توقفه الشرطة الصربية في عملية مطاردة استمرت لساعات. وقتل الجاني ضحايا باستخدام سلاح آلي في 3 قرى بالقرب من مناديوفاك. وتأتي هذه الحادثة بعد أن قتل 8 أطفال إضافة لمدرس ضحية هجوم إرهابي في مدرسة بالعاصمة بلغراد قبل يوم. وبدأت السلطات الصربية عمليات مطاردة مكثفة بعد العملية بمشاركة 600 من قوات الشرطة بما في ذلك وحدة مكافحة الإرهاب. أكد الرئيس النمساوي الذي يحضر مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في لندن غدا السبت أنه يتطلع لتعزيز التماسك الأوروبي البريطاني. وأشار الرئيس إلى أنه يسعى شخصيا لتعزيز هذا التماسك مؤكدا أن زيارته للمملكة المتحدة تأتي في إطار التواصل والتعاون بين الدول الأوروبية. وقال أنه يشعر بالشرف لتمثيل النمسا في هذه المناسبة الرسمية والتي ستقام في كنيسة ويستمينستر أبي في لندن، وستتم تتويج الملك تشارلز إلى جانب الملكة كاميلا. دعا زعيم حزب FPÖ هيربرت كيكل إلى استقالة الحكومة ردا على خطة الحكومة دراسة طريقة التعامل مع جائحة كورونا التي كلفت البلاد 50 مليار يورو. وخصصت الحكومة ميزانية للدراسة 3.5 مليون يورو وذلك في مؤتمر صحفي لم يحضره المستشار. وأعربت الوزيرة الدستورية إيد شتادلا عن أهمية استخلاص النتائج وجعل المجتمع أكثر مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية. ويسعى وزير الصحة روخ لتقديم الخطة الجديدة للتعامل مع الجائحة وقانون جديد للأمراض الوبائية. أعلن وزيرا الاقتصاد والمالية في النمسا مارتن كوخا وماغنوس بونا خططهما لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد من خلال لقاء خاص مع الخبراء الأسبوع المقبل. وأشار بونا إلى أنه النمو الاقتصادي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وأن تخفيض الضريبة على البقالة ليس بالضرورة أن يكون فعالا لأنه قد لا يصل إلى العملاء، ويعتمد بدلا من ذلك على السوق الحرة والشفافية. كما أشار إلى أن الدخل ارتفع بنسبة 3% في حين انخفض في البلدان الأخرى ذات التضخم المنخفض. رفض 61% من النمساويين انضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي الناتو مؤيدين تكثيف التعاون الأوروبي البيني. ويتبنى المستشار النمساوي سياسة الحياد النشط ولا ينوي الانضمام إلى الحلف، لكن النمسا تعمل مع الناتو في برنامج الشراكة من أجل السلام. وفي مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية والنمساويون يعارضون التعاون مع الناتو بشأن الشؤون الدفاعية والأمنية ويشجعون على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
ظهرت صور للذئب الأربعاء في شخمس في النمسا السفلى، وهو حدث نادر ليصل عدد الذئاب المكتشفة هذا العام إلى 33 ذئبا. وبلغ عدد الذئاب المكتشفة في عام 2022 ما بين 70 إلى 80 ذئبا، ويتم مراقبة الذئاب بتقنيات مثل التحليل الجيني والكاميرات. وبالنسبة لظهور الذئاب يوم الأربعاء في بيوباخ، فإن الخبراء يدعون إلى مراقبة سلوك الذئاب وتحليله واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لذلك. وحتما لن يكون من اللطيف أن تصادف ذئبا في طريقك إلى العمل. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء.